اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. جوله جديده وفيديو جديد في الهرم 20 فرع الروضه بالرياض، وكل حاجه داخل الفيديو على 23 ريال ما شاء الله. معاكي فساتين رمضان ولبس العيد وكوليكشن رائع من الولادي والبناتي والشوزات، يعني الفيديو روعه ما شاء الله. ما تنسينيش حبايبي من اللايك ومن الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل التغطيات اللي انا بقوم بيها. شايفين بقى فساتين رمضان واللي يعني زي الشعبي وزي رمضان، بصراحه الفساتين دي بحبها جدا جدا، الالوان مختلفه وكمان المقاسات. عايزه اقول لك المقاسات معاكي لسن 18 سنه في كل حاجه، سواء ولادي او بناتي متوفر. من بعد كده بقى خدي من القسم النسائي او خدي من القسم الرجالي، الحاجات تحفه. عايزه اقول لك الجنسات هناك روعه روعه، كل حاجه كل حاجه. الخامات حلوه جدا، الفساتين روعه، الباديهات والتيشيرتات ما شاء الله، الحاجه حلوه قوي بجد، والمكان يستاهل ان انتوا تروحوه يعني، وان انتوا تشتروا حاجتكم من هناك. مش هتلاقوا سعر اقل من كده مع خامه حلوه، مع هتلاقي اسعار اقل من كده بس مش مع الخامه، نفس الخامه دي نفس خامه الحاجات اللي بره باسعار عاليه، بس هنا اسعارها بصراحه تحفه. 23 ريال اي حاجه هتشوفيها عندك، التيشيرتات دي تحفه، خامتها حلوه قوي قوي، يعني انصحك بيها. اصلا اللي هيروح هناك وهيشوف الحاجات دي ويمسك كده ملمسها هيعرف يعني ان انا مش ببالغ فيها، لا الحاجه حلوه حلوه جدا. معاك في برضو تيشيرتات نفس كده مع شورت جميله، التيشيرتات نفسها تحفه يعني تمشي خروج، الطقم يمشي بيتي يمشي خروج يمشي كل حاجه. عندك البلوزه دي كده يعني معاها طب كده من تحت، كمان في بلايز تانية معاها طب ساده، فبصراحه الحاجات حلوه قوي قوي. شايفه دي روعه، في منها لون تاني بيج حلوه جدا. معاكي في البلايز دي كده لسن 16 سنه، متوفر لسن 16 سنه. الخامه مش عايزه يعني كل شيء اقول لك الخامه، بس بصراحه حلوه قوي قوي. شايفه دي تحفه جميله جميله، مع لسن 16 سنه هتلاقيها موجوده. برضو دي كده درجه كمان من نفس الموديل البلوزه، يعني جميله على بنطلون جنس بقى يعني اقل من 50 ريال عملتي طقم. فساتين كتير قوي هناك جدا، يعني الموديلات مختلفه والالوان وما شاء الله. اصلا مكان من اول مره انا روحته يعني انبهرت بيه، شايفه بقى الالوان والستايلات، يعني الموديل اصلا حاجات كلها حلوه. كمان في المواليد، ما نسيناش المواليد، يعني الفيديو فيه حاجات كتير حلوه تعجبكم ان شاء الله. حبيت اجمعها لكم كده في فيديو واحد وانزلها لكم علشان ايه ما تبقاش منتظرين مثلا تشوفوا باقي الحاجه. لكن لسه القسم النسائي تحفه وخطير جدا برضو، هينزل لوحده ان شاء الله، لكن حبيت انزل لكم اللي خاص بالاطفال كله في فيديو واحد، سواء بقى الولادي او البناتي او برضو الشوزات الخاصة بيهم والمواليد، كلهم كلهم في نفس الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. شايفة الجنس، انا بقولك الجنس ده انت ما تلاقيهوش برا، يعني جودة الجنس نفسه انا مش بلاقيه برا، يعني ببقى شايفة مثلا في اماكن تانية جنسات ما بتعجبنيش خالص، بالعكس عندهم الجنس حلو جدا وعلى 23 ريال، واكتر من موديل للبنطلونات الجنس، يعني اكتر من درجة من درجة واكتر من رسمة واكتر من موديل. مهما صورت يا جماعة للمكان مش هقدر اعرض كل حاجة، المكان فيه حاجات كتير جدا جدا. شايفين البلايز، بلايز تحفه، في البلوزه اللي هي العاديه وفي البلوزه اللي معاها طب، ويعني حاجات ما شاء الله. شايفه دي 14 سنه مكتوب، في 16 سنه كمان زي ما قلت. البلوزه دي انا معجبه بيها جدا يعني حبيتها بصراحه، حتى دي تحفه، بس يعني مش بحب الغوامق للاطفال، بس هي والله يعني ماشيه مع بعضها. يعني عندك برضو دي جميله جدا جدا، كل موديل هتلاقي منه الوان، يعني لو شفتي اللي قبل دي يعني تلاقي الاخضر والبينك والاصفر والطوبي والنبيتي من نفس الموديل، يعني هتلاقي من كل حاجة الوان كتير. نفس الموضوع برضو في التيشيرتات، عندك التيشيرت ده او البلوزة دي معاها الشورت، دي معاها شورت، شايفة على 23، يعني خلاص انت كده جبتي الطقم كامل اهو على 23، الوان كتير. لسه في مقاسات اكبر وببلايز رسمتها احلى واحلى كمان برضو مع الشورت على 23. ده فستان قطن
ده قطن يا جماعة كده، او مش عايزة اقول جل يعني عشان ما ظلموش، انا اتوقع ان هو قطن حلو جدا. اللون الاحمر بس مش بيبقى واخد حقه في التصوير معايا خالص، يعني بيضغط كده على الكاميرا. ده كده احنا في البلايز كده اللي فيها شورت، خطير خطير. الخامة كمان خامة حلوة قوي. إيه بيجامات بقى، يا ربي على البيجامات اللي هناك، فظيعة كتيرة فظيعة، كولكشن كتير كتير جدا يعني. إيه الستايلات بتاعت البيجامات كتيرة قوي قوي. شايفة البلوزة عاملة ازاي او التيشيرت عامل ازاي؟ ده اللي هو معاه شورت، كل ده كده اللي معاهم شورت. دي بيجامة، اه شايفة الشورت، اصلا خدي التيشيرت وحطيه على بنطلون جينز وخلاص بقى، يعني ده كده بقى طقم خروج، والشورت خليه في البيت برضو. ده كده طقم من اللي هو معاه شورت، شايفة كل ده كده من اللي معاهم شورت. روعة ما شاء الله. روحوا اشتروا قبل الحاجة ما تتنقى. صحيح ان انه فيه كتير يعني، البضاعة فيه منها كتير، بس ما شاء الله الناس يعني بعد الفيديو ما ينزل انا عارفة ما شاء الله الحاجة بتشتال. يعني روحوا بدري علشان تقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه، مش تاخدوا الحاجة اللي متبقية، لا اختاروا اللي انتوا عايزينه، الحاجة اللي انتوا شفتوها كده. لفوا المكان كويس، دوروا كويس، الاسعار حلوة ما شاء الله. يعني دي كده بجماد، بجماد بنوتاتي. المقاسات موجودة يا جماعة، المقاسات موجودة لسن 18 سنة. بيجامات، بيجامات كتيرة جدا جدا هناك، يعني البيجامة اللي هي تيشيرت والبيجامة اللي هي بالياقة ويعني استايلات كتيرة ما شاء الله. الربيعي واللي بنص دي حلوة قوي، اللي بنص الكوميدي جميلة جميلة، خامتها حلوة قوي قوي. كل ده كده اللي هي بنص كم، يعني مختلفين بصراحة، يعني مش هقدر ان انا اجيب كل واحدة كده على حدة. برضو دي حلوة قوي. لسه النسائي برضو فيه بيجامات نفس كده، بس طبعا باختلاف المقاسات، وفي حاجات حلوة قوي قوي في النسائي. ما شاء الله كله موجود، البينك والزهري والبيج وكل حاجة. برضو في القمصان اللي هي البنوتاتي للسن المحير موجودة برضو متوفرة. قمصان البنوتاتي في دي كده بس من غير بنطلون يا جماعة، دي كده لوحدها. في برضو الحرير، بس يعني ما انصحش بالحرير بقى لانه بيسخن وكده، هو شكل اكتر يعني، هو ملمسه مش يعني ملمسه حلو، ملمسه حرير حرير فعلا، ملمسه حلو بس اخاف ان هو يسخن يعني مش عارفه. القطن الولادي بقى ده كده قطعتين، هنشوفه برضو مع بعض باختلاف الألوان ما شاء الله. ده التيشيرت كده مع البنطلون. ده فيه بقى برضو قطن كورة ما شاء الله يعني جميلة. كل دي قطن للكورة يعني، الأسود والأزرق، ولسه في حاجات تانية، وخامتهم حلوة جدا. وتقوم رياضة كلها احلى من بعض. برضو في ده لسه في حاجات تانية هجيبها تاني، اللي هي القطم الرياضية دي لسه في تاني، قابلتني تاني كده وانا في الطريق وصورتها. برضو كل موديل هتلاقي منه الوان، برضو ده حلو جدا، بس اخر مقاس فيه 12 سنة، ده اخر مقاس 12 سنة فيه، وده برضو 12 سنة.
برضو ده حلو قوي. يعني المجموعة دي كده آخر سن فيها كانت 12 سنة بصراحة. ده برضو طقم كامل كده القطعتين، ده طقم خروج حلو قوي. كل حاجة فيه منها ألوان كتير يا جماعة، بس أنا بجيب لكم كده يعني تتعرفوا برضو على الحاجة بس اللي موجودة هناك، لكن كل حاجة فيه منها ألوان كتير زي ما قلت في الأول. ده مع الشورت، ده جميل، ده برضو، دول برضو اخرهم 12 سنة عشان تبقوا عارفين، يعني اخرهم 12 سنة. لكن القطن الرياضية معاكي ال 18 سنة برضو. عايزة اقولك البنطلونات، بنطلونات ترنجات، بنطلونات جينز، الولادي، بنطلونات خروج، يعني في كتير. البنطلونات دي وحدها يعني عايزة فيديو، كتيرة ما شاء الله. اطقم رياضة برضو ده حلو قوي، خامتهم حلوة جدا، خامتهم حلوة متقلقوش منهم خالص. يعني الناس اللي هتروح فعلا وتمسك الحاجة تعرف ان خامتهم حلوة جدا. جنس، الجنس متوفر بألوانه بمقاساته، شايفين الجنس قد ايه كتير. يعني في استندات تانية اصلا، البنوتاتي، المواليد، بنوتاتي وولادي متوفر موجود ما شاء الله. كل حاجة يعني، في فساتين، في أطقم قطعتين، في كل حاجة على 23 ريال برضو ما شاء الله. في الغطاء بتاع البيبي أصلا، الكوفرتا والبطانيات والحاجات دي تحفة تحفة، مش هتجيبيها بنفس السعر ده من بره ابدا. يعني هتشوفي حاجات والخامة اصلا واضحة كده في التصوير، يعني الحاجات حلوة حلوة بصراحة. في ولادي عشان ما حدش يقول لي بناتي بس، لا في ولادي، هنشوف برضو دلوقتي مع بعض، لسه ما خلصتش. اه شوفوا شوفوا دي بقى وجمالها، الخامة يعني شايفة الخامة عاملة يعني واضحة وانا ماسكاها كده واضحة في ايدي، وشايفة الالوان، الوان حلوة قوي، يعني الالوان هادية وراقية وجميلة. كل ده كده غطى للبيبي وحاجات حلوة ما شاء الله. هتلاقي برضو الشوزات على فكرة، السن الصغير في حاجات مش على 23، يعني في حاجات على 12، على 12 ريال مش على 23 ريال، بس انا ما وقفتش وكل حاجة وشفت السعر، وخصوصا وخصوصا شوزات البيبيهات يعني على 12 ريال. وفي حاجات برضو من الملابس دي هتلاقيها على 12 ريال، يعني مش كل حاجة في ليهم على 23، لا في حاجات على 12. الولادي برضو، الولادي آه عندك الداخلي بيبقوا مثلا قطعتين مع بعض مش قطعة واحدة في نفس الشماعة بتاعتهم. آه شوزات على 12 ريال، شايفين، بس انا ما وقفتش يعني وجبت سعر كل حاجة لوحدها. الشوزات بقى يا ربي على الجمال، يا ربي على الجمال، اسكتوا، في شوية حاجات هناك يعني خطيرة. ما تروحوش وتجيبوا بالغالي، الحاجة حلوة روحوا وهاتهم هناك. كده كده الأطفال ما شاء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، بيكبروا بيستهلكوا كتير، كل شوية بنجيب، فبصراحة يعني روحوا هاتهم هناك. الشوزات هناك تحفة تحفة، كل حاجة هتلاقيها، هتلاقي الشوز، هتلاقي هتلاقي الصندل، هتلاقي يعني عايزة أقولك البوت، الشوز اللي هو العادي، كل حاجة يعني باختلاف التصميم واختلاف الخامة وكده. تحفة جميل، البنك بحب البنك قوي، والبيج بيبقوا حلوين قوي للأطفال، والأبيض عشان يمشوا كمان مع
يمشوا كمان يعني مع اي درجة من درجات اللبس اللي ممكن يلبسوها يعني. دي كده يعني نبذة كده عن الحاجة اللي هناك، مش كلها يعني، مش كلها، مش كل حاجة صورتها شايفها يعني، حتى الشوزات نفسها اللي هي البوتات وكده، كوتشيات روعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله بإذن الله نزل لكم الجزء التاني على طول، عشان ايه لما تروحوا كده تبقوا مقررين وتبقوا عارفين يعني شفتوا كل حاجة، سواء في القسم اللي فوق او القسم اللي تحت. ان شاء الله الفيديو التاني هيبقى نسائي ورجالي وشوزات وشنط وكل حاجة بقى، خلاص بقية الجولة يعني كلها هحطها لكم في فيديو واحد. الخامة حلوة قوي قوي يعني، انا مسكت الخامة بايدي ما تقلقوش منها، مش الخامة الناشفة. انتوا عارفيني انا اكتر حاجة بحب بهتم بيها واكتر حاجة بقول عليها روعة وبشكر فيها هي الخامة. الموديل ما هو ممكن يكون حلو ويعجبنا كده من بعيد، لكن انا دايما اقول لكم الحاجة حلوة عشان خامتها حلوة. يعني الحاجات دي خامتها حلوة قوي، ما هياش ناشفة على رجليهم ولا اي حاجة خالص، لا ما تقلقوش منها جميلة. خامتهم حلوة قوي قوي، الصنادل دي جميلة، طرية طرية، النعل بتاعها طري وحلو، ده خفيف شوية، خفيف قوي يعني. يعني انا حبيت الصنادل اكتر، هو بس الموديل اللي عدى اللي قلت ده خفيف، هو يعني بنفس الوانه يعني، بس فيه والله ناس بتاخد منه، لكن انا شخصيا يعني بالنسبة لي يعني مش حبيته قوي، لكن بقية الحاجة حلوة. يلا اشوفكم على خير كده في فيديو جديد، وان شاء الله الفيديو على طول ينزل لكم. ما تنسينيش لو لسه مش حطيتولي لايك حطولي اللايك، ولو مش مشتركين في القناة واول مرة تدخلوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس، اضغطوا على كلمة كل علشان يوصلكم كل التغطيات اللي انا بقوم بيها ويجيلكم على طول اشعار بيها. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.